انت فرحتينا النهارده جدا، عامل حاجه حلوه قوي، نجحتي في انك تقنعي واحد من اهم المنتجين في قطاع الانتاج الحيواني ان هو يبقى ابرز مصدر ليكي للعجول، القيصر، قيصر ابراهيم العناني. قصة جميلة جدا واحنا جبناها في البرنامج وتحمسنا ليها، وهو اللي قال لنا على حضرتك النهاردة انت دخل على مرحلة جديدة ان عندك 50 راس، دي اكبر دفعة عندك، خدتي وكالة القيصر ان انت تبقي منفذ ليه هنا في دمياط بالكامل، اللي عايز اقول القيصر ياخدها من هنا اللي هي مستوردة من اهم مناشئ اللحوم في العالم، هتوسعي مساحة المزرعة هنا. هي مساحة المزرعة كام اصلا؟ هنا المساحة 1200 متر. 1200 متر 1200 متر، يعني يا دوبك ده ربع فدان. صح كده؟ طاقتها قد ايه بقى؟ ممكن تاخد لحد 220 راس. 220 راس. لان انا بسيب العجول مفكوكه، ما بربطش عجول. ليه بقى مش ربطها مع ان عندك حلقات الربط هنا؟ لان العجل لما بيتربط غير الاكل المتساب، العجل اللي متساب او العجل ده بيبقى نسبه طعم اللحم فيه كويس، نسبه الدهن فيه مش عاليه، وبيبقى تصفيه حلو لان العجل بيتحرك طول الوقت فبيحرق الدهن. عكس العجول اللي بتبقى مربوطه او كده بتربي دهن كتير. انت دلوقتي بقيت مربيه شاطره الحمد لله. والحمد لله ده انت قلت لي انا بحصن بنفسي. أيوة. صح كده؟ بنزل اجرحهم بنفسي. جدع. عايز اعرف منك التسويق بقى بدات ازاي، الناس تعرفك، الجزارين يعرفوكي، ان ليه جزاره تلاقي بيخبط عليكي عايز اتفرج على العجول اللي عندك وياخد عجله او اتنين، عملت ده ازاي؟ اول حاجه ما كانش لسه عندي صفحات على السوشيال ميديا خالص، كان لسه مجرد بالمعارف والناس بتسمع بعض، يعني البلد الارياف هنا مجرد ما في حاجه بتنتشر بتلاقي الناس كلها سمعت مع بعض. بدا يعني ما فيش هنا عجول مستورده كتير. اول ما بدات في الركبيه هي بعيد عن شويه، اول ما بدات في الركبيه ما كانش في حد عجول عنده، عجول المزرعه الاولانيه 11 في 20 في 20 ما كانش حد هناك عنده عجول مستورده غيري. تمام. بدا الناس من الارياف حواليا، يعني في الحي اللي حواليا، يجي يبصوا ان العجل عندي تحويله ما شاء الله حلو جدا. هم مثلا بيقعدوا يعلفوا مثلا في العجل البلدي فتره كبيره قوي وما بيجيبش الاوزان اللي كانوا شايفين بيها العجول ده اللي عنده صغيره، وهم خارجين ولو عجول بتبيع ازاي المزرعه هنا هنكبرها امتى ويبقى عندنا 2000 راس و1000 راس و500 راس؟ ان شاء الله انا مقدمه في مبادره الرئيس السيسي اللي هي لاحياء البتلو. مقدمه فين؟ في البنك الاهلي. تمام. قدمت على كارد. عايزه ايه قولي لي؟ عايزه اكبر المكان، عايزه اعمل امدادات للجمالون، عايزه اكبر كم المواشي عندي، اكبر العدد، عايزه اعمل توسعات للمزرعه. عايز توصل لكام بقى في العجول؟ 100,000 راس. جدع، ايش حلو الطموح. انا معاك وهنجيلك ويكون عندك ال 100,000 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بس متباعين، يعني عارفه اللي هو انا عايز 20 عندك و 80,000 تباعوا. ان شاء الله باذن الله. بس فبدا الحمد لله يبقى معروفه، يعني دلوقتي بقى في جزارين كتير قوي عارفيني، بقى ليا ناسي، بقى ليا زبون معين بيجي ياخد من عندي. بالنسبه لك يا باشمهندسه، ايه ابرز انواع عجول ربطيها وايه اللي انت قلتي مش هربيه تاني؟ كان في عجل اسمه هيمالايا، نوع لونه ابيض كده. ده انا مستحيل اشتريه ولا اربيه تاني نهائي. العجول دي بتطلع نظام قطيع، ما تترباش غير هي قطيع مع بعضها، ما ينفعش ان انا اربي واحد بس اخد واحد من قطيع، فكانك كده عارف اللي هو انت كانك عزلته، فاصبح بقى مألوف. وكده تلاقينا برضو معزول لوحده، قاعد في جنب لوحده، ما بيرضاش يجي على العلف. واحسن عجول ربيتيها وحسيت انها فعلا اديتك فلوس؟ العجول البراون، السيمنتالات، العجول الجورجي اصلا انا بحبها، يعني هي عجول مناعتها كويسه ماشي. العجول الانجس رهيبه، الشارولي، الليموزين، الحاجات دي بقى حاجات حلوه بتشيل لحم حلو، مشاكلها قليله الحمد لله، وبتاكل وبتشرب وخلاص، مش لازم اخد قطيع. يعني اي حاجه مع اي حاجه بتمشي.